السلام عليكم الخوت، معكم اس ام الكترو. فيديو جديد اليوم غنهضروا على هذه لا بوماد هذه اللي هي واحد الكولا اللي كدار تحت من لي زيكرون ديال لي طابليت ديال التليفون. يعني ملي كتكون تراسلت لك الدجاجه كتبغي تبدل الدجاجه كتحيد الدجاجه كتحيد، المهم بالسخون على حسب الدجاجه كيفاش كتحيد، كل واحد كيفاش كيحيد الطريقه ديالو. من تحت كيكون في الجناب كيكون واحد كيكون الطروفه كحلين صغيرين، هذيك راه هي الكوله هذيك كتكون في الجناب كديرها باش ليكرون ما كطيح من والو كتشد في بلاصتها. هذه هي الكوله اللي كيخدموا بها اكثريه المعلمين كيخدموا بهذه. يعني ملي كتبدل انت الجاج كتمشي تشري لافيشور كتجيبها كتركبها، فهمتوني؟ بالنسبه للدراري اللي كيبغيو يشاهدوا كيركبوها الروسهم كتركبها اخويا، كدير السماطي ديالك ولكن تكون محيد الباتري ديما ديال التليفون، تحيد الباتري عاد كتركب الجاجة. ملي كتركب الجاجة كدير الصمطة ديالها تأكد منها بأنها راكبة مزيان صافي، أو غدير هذا ديرو في الجناب، في الجناب مديرهاش في الجاجة، غديرها في التليفون في الجناب ديال التليفون. دوك الجنيبات لي في القنج كاملة دور عليهم بشوية ديال الكولا، شوية 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 شوية، يعني مديرش بزاف، غير شوية صافي. وتحط التليفون ديالك وتخلي واحد شوية يكرم صافي، وتوكل على الله. وليكرون شعل التليفون ديالك دير لي شعلو، راه ان شاء الله غيكون كلشي بخير وعلى خير. يلاه نتمنى الفيديو يعجبكم وتبارك الله عليكم، واي استشاره حنا راه الاشاره، ونتمنى نكون خفف على قلوبكم ونكونوا افدناكم. وما تنساوناش باللايكات ديالكم وبلي كومونتير وتابوناو عندنا باش يوصلكم دائما الجديد. كان معكم اخوكم اس ام الكترو.